ايه والله يا روحي، عن جد وضعي كتير سيء. عم قلك بدي خدامة بسرعة بأي طريقة كانت. ايه طبعا، حكيت مع شركتين مشان هالموضوع، ويعني يفضل تكون معروفة من قبل حدا. ماشي، لكن بعتيها لجربها. سلام، شفتي كونجو؟ من فترة كانت بالبوفيه بعدين اختفت. شكرا. يلا رد علي بقى يا أخي. أختي فريحة؟ جان؟ شو عم تعمل هون؟ جيت لشوف أخي، بس هو ما عم يرد على الموبايل، فيك تاخذيني لعنده؟ بس أنا ما بعرف وينه الأمير. ما هو بالكلية يعني؟ إيه أكيد بده يكون بالكلية طبعاً. بس على كلٍ تعال لأخذك على البوفيه إلا ما نلاقي حدا لحتى يوصلك لعنده. يلا امشي. أوف ما عمرت، شو نسيني هاد؟ إيه شو هالنسوة هي؟ ما رد على رفقاته كمان، شكله ما عم بيسمع. طب وشو فين رح هلا من عندي؟ شو بدي أعمل؟ أحسن شي هلا روح آخذ تاكسي. معقول هالشي ما بيصير لحالك؟ دقلها لأمك لنشوف. كيف رح حاكي وموبايلها معي؟ إيه تلفن للبيت أو احكي مع أبوك. رقم البيت مو مسجل، لما غيرناه راحوا كل الأرقام، وأبي كمان مو مسجل. أساساً أخي أمير كان رح يجي لعنا، طبعا من بعد ما قنعته لأبي لأنه مو صحاب. طيب شو بدنا نعمل اليوم؟ شو نعمل؟ أفضل شي أنت توقفي لي تاكسي، أنا فيني روح على البيت لحالي، وبس تشوفي أخي قلي له إني زعلت منه كتير. معقول هالحكي؟ ما فيك تروح لحالك؟ شو مانك شايفتيني أنا صرت كبير؟ إيه ماشي أنت كبرت وما هيك ما فيك تروح لحالك. وين محل بيتكم؟ بس نركب التاكسي أنا بخبرك. ماشي ركان، أنا هلا رح روح معك، لا تقلق. خلص لا تاكلها، هلا بتجي سيارة تاكسي. شوفي هاي هو بيتنا، تعالي. ماشي لكان، يلا حبيبي انت فوت. شو ما بدك تفوتي؟ شو متزعلي مع اخي مو هيك؟ لا يعني انا هلا كمان يعني... يا خلص حاجة تبرري، انا بعرف انتو من زمان متزعلين، ما فيك تخبي علي. يلا يلا. لا خلص انت هلا فوت على البيت. لا لا تروحي، امشي. بس جان رجاء، جان خليكي معي. ها هلا كنت بدي احكي معك. شو وينه اخوك؟ اختي فريحة يلي جابتني لهون مو اخي. هي اللي حكيت لك عنها، البنت اللي بتلعب بالطابة منيح. فريحة، سمعت عنك. مرحبا أنا آيسون، بكون أمه الأمير. تشرفت بمعرفتك. أنا لازم روح هلأ، تأخرت. يلا حبيبي منلتقى. إيه شو مو ناوية تفوتي؟ لا أنا آسفة بس عن جد لازم روح. معقول هلأ وقت طلعت الموظفين؟ فوتي على القليلة لحتى تخف العجقة شوي. يلا بعدين، أنا كتير حابة أتعرف عليكي. يلا يلا أختي فريحة خلصينا بقى، يلا فوتي.